أهلا بكم أصدقائي طلاب الصف الخامس الابتدائي، بنكمل مع بعض دراسة يونت 8 والنهاردة هناخد لسن 2. لسن 2 مقسوم إلى 2 بارتس. بارت 1 فيه ده درس كلام جاي من مادة الساينس وعنوانه Water. نبدأ قراءة الفوكابل. عندنا الكلمة اللي قدامنا دي لها نطقين، الأمريكان بيقولوا عليها glacier glacier، والبريتش بينطقوها جليسيا جليسيا، دايما ما بينطقوش حرف الار جليسيا، عشان كده اقدر اقولها جليشر اور جليسيا، الاتنين صح، ومعناها نهر جليدي. ليك ليك بحيرة، ريفر ريفر نهر، اوشن اوشن محيط، المحيط هو عبارة عن بحر بس كبير شوية. ستريم ستريم يعني جدول ماء أو نهر صغير. ستريم سولت ووتر سولت ووتر مياه مالحة. فريش ووتر فريش ووتر مياه عذبة. هيلث هيلث صحة. كروبس كروبس محاصيل. سولت سولت ملح. ستومكيك ستومكيك ألم بالمعدة. The River Nile The River Nile نهر النيل. ناخد بالنا بما إن ده اسم مكان لازم يبدأ بكابيتال لتر، فعشان كده River Nile الاتنين كابيتال. Clues Clues أفكار أو إشارات. Sea Water Sea Water مية البحر. Glasses طبعا دي جمع glass اللي هو كوب. Glasses أكواب. Bath Water Bath Water مية الاستحمام. Rain 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 ممكن تبقى noun ويبقى معناها مطر، أو verb ويبقى معناها تمطر. difference difference اختلاف. the red sea the red sea البحر الأحمر، خد بالنا برضو اسم مكان لازم يبقى capital letter. the Mediterranean sea the Mediterranean sea البحر الأبيض المتوسط، ناخد بالنا M S الاثنين كابيتال. drinking water drinking water مية الشرب. بنكمل مع بعض ال conjugation of verbs. أول مجموعة regular verbs call called اللي هو يدعى أو يسمى. discuss discussed يناقش. drink drank يشرب. think thought يفكر. بنكمل عندنا important expressions and prepositions. important for هام لي. how many كم العدد. a day يعني في اليوم الواحد. water for crops مياه لري المحاصيل. خلونا نحل كم سؤال كده قبل ما نبدأ قراءة الدرس. Number one, we get water from the River Nile. أكيد we get fresh water. Number two, she had two of orange juice. Two glasses. يعني كوبين. number three the is a small river هو نهر صغير. أكيد طبعا stream اللي هو جدول الماء. number four fruits are very useful for you أكيد health.
بيقولنا هنا ناخد بالنا من أماكن المياه أو أنواع المياه. عندنا طبعا fresh water and salt water. fresh water أقدر أشوفها في ال drinking water, water for crops and bath water. أما ال salt water هنشوفها في the Red Sea, the Mediterranean Sea, ocean, أماكن اللي فيها المياه المالحة. دلوقتي part 2 from lesson 2 عنوانه describing the elephant, وصف الفيل. Okay, read the vocab. Blind, blind, كفيف. Special, special, مميز. Flexible, flexible, مرن. Spear, spear, رمح. رمح ده اللي هو بيبقى طويل ومدبب, ده اللي كانوا بيستخدموه في الحروب زمان. Incredible, incredible يعني مدهش أو رائع. Trunk, trunk, عندنا الكلمة دي لها معنيين, ممكن تكون خرطوم الفيل اللي هو الأنف بتاعه الطويل ده, أو ممكن يكون جذع الشجرة اللي هو ساق الشجرة. Okay, task, task اللي هو الناب. روب, روب يعني حبل. بنكمل الكلمات. stories, stories قصص. local, local محلي. enormous, enormous equal huge, huge الاتنين معناهم ضخم في الحجم. wrong, wrong خطأ أو مخطئ. hard, hard صلب. smooth, smooth ناعم أو أملس. leaf, leaf ورقة شجر. correct, correct صحيح. tail, tail يعني ذيل. round, round مستدير. part, part جزء. idea, idea فكرة. farmer, farmer فلاح. farm, farm مزرعة. strong, strong قوي. dangerous, dangerous خطير. flat, flat مسطح. clever, clever ماهر. excited, excited متحمس. pointed, pointed مدبب أو مسنن. wall, wall حائط. moral, moral مغزى القصة أو الدرس المستفاد منه. طبعا واخدين بالنا إن الكلمات معظمها adjectives الصفات, لأن دلوقتي هنشوفهم إزاي بيعملوا describing for the elephant. بنكمل الكلمات دلوقتي, هنقرأ conjugation of verbs. أول مجموعة عندنا regular verbs. okay, describe يصف. described touch, touch it يلمس. discover, discovered يكتشف. reach, reach it يصل. shape, shaped يشكل. turn, turn it يستدير. stop, stopped يتوقف. مجموعة تانية من الverbs, regular verbs. meet, met يقابل. put, put يضع. see, saw يرى. understand, understood يفهم. hear, heard يعني يسمع. عندنا دلوقتي هنتكلم عن حاجة اسمها الـ ordinal numbers اللي هي الأعداد الترتيبية. ثواني عايزكم نشوف الصورة دي الأول.
بيتكلمنا هنا about ordinal numbers in English. طبعا بيقول لنا English ordinal numbers are numbers that indicate a position or order of things. يعني بستخدم الأرقام دي لو أنا بحاول أوصف المكان بتاع الشخص بالنسبة للآخرين أو الشيء أو ترتيبه. يعني أنا عندي هنا الولاد دول، أنا مش عايز أعدهم، لأن مش هقول 1 2 3 لأن كده أنا I just count، مش بيهمني هو البوزيشن بتاع كل واحد منهم فين، ولا بيهمني ترتيبهم. لو أنا هقول 1 2 3 ده بنسميه الكاردينال نمبرز. كاردينال نمبرز يعني الأعداد العادية 1 2 3 4 5. ولكن لو أنا عايز أعرف مكان كل واحد منهم أو ترتيبه في السباق مثلا اللي هما فيه ده، ده the first one، ده اللي هو مكانه الأول أو ترتيبه الأول first second third fourth fifth. أوكي، دي المقصود بال ordinal numbers. نرجع لدرسنا. عندنا هنا طبعا كتبهم لنا ال ordinal numbers first first second second third third fourth fourth fifth fifth sixth sixth. طبعا واخدين بالنا من بعد او من اول number four، كل اللي بنعمله بنضيف th او الثا ساوند على الاسم العادي بتاع الرقم العادي. طيب نكمل. عندنا some important expressions and preposition. A long time ago. A long time ago منذ وقت طويل. Along the road. Along the road على طول الطريق. The side of. The side of جانب من. Reach out. Reach out يصل إلى. Part of. Part of جزء من. For a moment. For a moment للحظة. Look like. Look like يشبه. Finally. Finally في النهاية. In fact. In fact في الحقيقة. Find out. Find out يكتشف. مدينا هنا بعض الكلمات والـ definition أو الميننج بتاعها. أول كلمة عندنا blind. Blind اللي هو أعمى أو كفيف، معناها can't see. Trunk. Trunk the very long nose of an elephant. Tusk. Tusk a very long pointed tooth. هو السنة المتبقى الطويلة. وطبعا في الفيل دي الناب بتاعه مش سنة، وهو بيبقى جزء من الجمجمة بتاعته. Spear. Spear اللي هي الرمح. A long pointed stick هي عصا مدببة وطويلة. مدينا المين بوينتس من الدرس أو القصة اللي هنقراها دلوقتي. بيقول لنا there were six blind men who wanted to meet an elephant. ست رجال عميان أو مش بيشوف مكفوفين عايزين يقابلوا فيل. The six men had heard many stories about elephants. هما كانوا سمعوا قصص كتير عن الأفيال. They were very excited to touch the elephant. طبعا كانوا متحمسين جدا إن هما يلمسوا الفيل. Each of the men only touched one part of the elephant. كل واحد منهم لمس جزء واحد من الفيل. طيب تعالوا نقرأ الستوري بتاعتنا ونشوف إيه الموضوع. Okay. A long time ago, there were six blind men who wanted to meet an elephant. كلنا من وقت طويل أو منذ زمن بعيد كان في ست رجال عميان عايزين يقابلوا فيل. They had heard many stories about these incredible animals. بيقول لنا هم سمعوا قصص كتير قوي عن الحيوانات المذهلة دي. But each man had a different idea about what the elephant would look like.
وكل واحد منهم كان عنده فكرة مختلفة عن الحيوان أو الفيل ده شكله عامل إزاي. One day، ذات يوم، a local farmer was walking along the road with an elephant that worked on his farm. هناك كان في راجل فلاح محلي ماشي بطول الطريق مع الفيل اللي هو كان بيشتغل في مزرعته. The farmer asked if the man would like to touch the elephant to discover how it looks. الفلاح ده سألهم أو سأل الرجال لو كانوا حابين يلمسوا الفيل عشان يكتشفوا هو شكله عامل إزاي. The men were very excited and walked over to the enormous animal. الرجال طبعا لما عرفوا كده كانوا متحمسين جدا ومشوا لحد ما وصلوا للحيوان الضخم ده. The first man touched the side of the elephant. أول راجل لمس جانب الفيل. He said, It's very tall and very strong. It's like a wall. قال لهم ده الفيل ده طويل جدا وقوي جدا وشبه الحيطة. The second man put الراجل التاني put his arms around the elephant's back leg. الراجل التاني حط دراعاته حوالين الرجل الخلفية للفيل. He said وقال لهم No, you're wrong. أنت غلطان. It's round, مدور and strong وقوي جدا like a tree trunk وأشبه بجذع الشجرة. When the third man put his hand on the elephant's trunk, he said, لما الراجل التالت بقى حط إيده على زلومة أو اللي هو أنف الفيل، قال لهم إيه؟ You're both wrong، أنتوا الاتنين غلط. The elephant is long and flexible. ده الفيل ده طويل ومرن. It's just like a snake. ده شبه التعبان. The fourth man put his fingers against the elephant tusk and he said وقال لهم هو الراجل حط صوابعه على ناب الفيل وقال لهم إيه؟ It's a hard, long and smooth. I think it's dangerous like a spear. يقول لهم لا يا جماعة ده صلب وطويل وناعم وخطير جدا شبه الرمح. The fifth man was very very tall. الرجل الخامس كان طويل جدا. He reached out and touched the elephant's ear. كان طويل جدا ووصل ولمس ودن الفيل. He said وقال لهم إيه؟ The elephant is smooth and flat and shaped just like a leaf. قال لهم لا يا جماعة ده الفيل ده ناعم ومسطح وشبه ورقة الشجر. Finally في الآخر حد أو في النهاية The sixth man put his hand on the elephant's tail. حط إيده على ديل الفيل. He said وقال لهم This elephant is not like a wall, a spear, or a snake. الفيل ده يا جماعة له شبه الحيطة ولا الرمح ولا التعبان. It's just like a leaf or tree trunk. إيه وهو مش شبه ولا شبه ورقة الشجر ولا شبه جذع الشجرة. This elephant is just like a rope. الفيل ده عامل شبه الحبل. The farmer listened to everything the men said. الفلاح أنصت لكل الحاجات اللي قالوها الرجال دول. He turned to them and said. لفلهم كده وقال لهم In fact, في الحقيقة, you're all correct. انتوا كلكوا صح. Each of you only touched one part of the elephant. كل واحد منكم لمس جزء واحد بس من الفيل.
If you stop for a moment, لو انتوا بس توقفتوا اللحظة and listen to what you all think وسمعتوا لكل واحد منكم قال ايه, you can see you can all see what the elephant looks like. كنتوا كلكم قدرتوا تشوفوا هو الفيل ده عامل ازاي او زي ايه. وكده انتهت القصة. طبعا المورال من الستوري دي عظيمة جدا, بيقول لنا when you المورال اللي هو المغزى من القصة أو الدرس المستفاد, when you listen to other people لما تسمع الناس التانيين you can understand the world better, تقدر تفهم العالم بشكل أفضل. يقصد من الكلام إن مفيش رأي غلط ورأي صح, كلنا نقدر نشوف نفس الشيء ولكن كل واحد منا يقدر يحكم عليه أو يوصفه بطريقة مختلفة. مفيش حد مننا غلط ومفيش حد بس هو اللي رأيه صح, كل آرائنا صح. فلما تسمع كل الناس وتاخد كل الآراء هتقدر تشوف الصورة كاملة بشكل مظبوط. أوكي, أعتقد إنها قصة لطيفة والمغزى أو المورال بتاعها برضو كويس. خلونا نحل تمرين كده على الدرس ده. هنحل سؤال الماتشنج. read and match. salt water is the water. حاول توصل للإجابة قبلي. أكيد in seas and ocean number one. number two we can't drink the water in the sea. The elephant's back leg is like a tree trunk. Blind people can't see. The farmer listened to everything the man said. وبكده انتهى درسنا النهاردة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل الدروس الجديدة, ويا ريت تعمل شير لكل الفيديوهات علشان تدعم القناة. أشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله. سلام.